في الوقت الذي أزال بعض الناس كماماتهم وخرجوا إلى الشواطئ والمقاهي والمتنزهات وملاعب كرة القدم في بعض الدول، نجد دولا أخرى تغلق مدنا ومناطق للحد من انتشار فيروس كورونا. مشهد متباين يرسمه الوباء على كوكب الأرض في لوحة غير مفهومة المعالم، مع إشارات بعدم الخلاص القريب من المرض الذي أصاب الملايين. فكيف يتعامل العالم مع وباء كورونا في هذه المرحلة؟ معنا الآن من ولاية ميشيغان الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية دكتور غسان سعيد، معنا من لندن الباحث المتخصص في الفيروسات واللقاحات الدكتور عمار الخميسي. مرحبا بضيفي. دكتور غسان، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. أولا، هناك تضارب وتباين شاسع بين الكثير من دول العالم في التعامل مع هذه المسألة وفي الوضع الوبائي فيها. روسيا على سبيل المثال من الدول التي شهدت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة. بسرعة سأستعرض بعض الأرقام المتعلقة بروسيا. روسيا سجلت أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا هذا العام، 619 حالة وفاة سجلت يوم أمس الجمعة. حالات الإصابة الجديدة التي سجلت السبت 21,665 حالة، وهو أكثر من ضعف الحالات المبلغ عنها في الأول من هذا الشهر. في المقابل إسبانيا أرقامها تدعو إلى نوع من التفاؤل. انخفضت الإصابات خلال أسبوعين إلى 95 حالة لكل 100,000 شخص من السكان، يعني بانخفاض حوالي 150 حالة لكل 100,000 قبل شهر. نصف سكان إسبانيا اللي عددهم 47 مليون تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. بداية، كيف نفسر هذا التباين دكتور غسان بين دول، وسنستعرض بعض الدول الأخرى بعد قليل التي تراجعت أوضاعها بالنسبة للوباء، كيف نفسر هذا التباين وما الذي ينبغي على الدول أن تفعله، تشديد الإجراءات أم تخفيفها؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدينك الكرام. طبعا كل دولة بتدرس حالتها لوحدها بخصوصيتها. مثلا عندنا في أمريكا وجود اللقاح يسر وإقبال الناس على اللقاح. الآن صرنا حوالي 45% من سكان أمريكا أخذوا اللقاح. وجود اللقاحات الفعالة، يعني إحنا ما كنا نحلم في يوم من الأيام إنه ننتج لقاحات فعالة تصل لتسعين 95% من الفعالية. في لقاحات الإنفلونزا وتوصيات مركز الأمراض في أمريكا، إذا وصلت ل 40% ل 50% فأنت يعني محظوظ جدا. فهذا السبق إنتاج لقاحات يعني فعالة جدا دعا الدول إلى أول شيء خصخصة اللقاحات، نسموه vaccine nationalism. ما حاولوا يعطيه ويشاركوه للدول الثانية، وبدوا يهتموا بتلقيح شعوبهم. فكل دولة تنظر إلى نفسها كأنها معزولة عن الدول الثانية. ففعلا لما بدأ تلقيح، ما الآن الأمريكا، الآن عندنا في ولاية ميشيغان مثلا، الآن قبل 4 أيام رفعوا الحظر نهائيا عن كل الاكتيفيتيز، يعني كل النشاطات بالسباحة، طلوع المدارس، الكل. وكمان نقطة مهمة جدا، حتى مع وجود، يعني نحن الآن محظوظين فعلا، الدول اللي عندها لقاحات وبتقدر تلقح شعوبها والناس اللي بتسمعني اللي بيقدر ياخذ اللقاح، هذا يعني صراحة بريفليج، يعني هذا يعني أنر، مش إنه شيء يعني إنك لازم تاخذه وحيضرك وكذا. فهذول الناس اللي وصلنا لهذه المرحلة، حتى مع جميع التحورات اللي بنسمعها أخي، كل التحورات اللي طلعت لغاية الآن للفيروس، اللقاح أثبت أنه فعال ضدها. فبالتالي إذا اهتمينا بسرعة اللقاحات نقدر نفتح بانفتاح مضبوط، لأنه الإغلاق يؤدى إلى مشاكل غير إن اقتصادية. لا بس ما هو يؤدي إلى مشاكل بالتأكيد دكتور غسان، ولكن أيضا في المقابل هناك تراجع واضح في بعض الدول، ذكرنا روسيا قبل قليل، الهند وضعها تحسن إلى حد ما يعني بشكل طفيف،
ولكن دعنا نستعرض بسرعة الأوضاع في الهند. الآن الوضع يتحسن يعني نوعا ما، حيث سجلت أقل من 50,000 إصابة جديدة يوم الجمعة مقابل 400,000 يوميا في ذروة تفشي المرض في شهر مايو الماضي. هناك مخاوف، هذه مهمة، هناك مخاوف في ولاية مهاراشتار من نسخة متحورة جديدة هي دلتا بلس. تم الإبلاغ عن حوالي 50 إصابة بهذا المتحور في البلاد. يعني ما حكاية الدلتا بلس؟ دكتور عمار مرحبا بك معنا. كنا نتحدث عن دلتا من أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، الآن نفاجأ بوجود دلتا بلس في بعض المناطق في الهند، هل لديك معلومات عن هذا المتحور؟ مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي يا ضيفي الكريم. بالتأكيد دلتا بلس موجود في 11 دولة الآن زائد الهند، موجود في أمريكا، في بريطانيا، اليابان، النيبال، باكستان، بنغلاديش، تركيا، ماليزيا وغيرها من الدول. موثقة في 11 دولة موثقة، غير موثقة ممكن تكون في 10 و 20 دولة أخرى. الفيروس الدلتا أضاف طفرتين إلى أشواك الفيروس، يعني شال البروتين الخارجي أضاف طفرتين، الدلتا بلس أضاف طفرة ثالثة اللي هي K417N، ألا وهي المقاومة شرسة للقاحات، وكذلك مقاومة إلى، إحنا سوينا كوكتيل أنتيبادي كوكتيل للأجسام المضادة يعطى بالحالات المتوسطة بالمستشفى، فهذا يكون مقاوم إلها المونوكلونال أنتيباديز. فهي طيب خلينا نبسط المسألة دكتور عمار، معلش على المقاطعة، يعني عندما تقول مقاومة شرسة للقاحات هذا الدلتا بلس، شو فعالية اللقاحات المتوفرة في السوق حاليا ضد هذا المتحور، سواء الفايزر سواء الأسترازينيكا إلى آخره من اللقاحات الموجودة في السوق اليوم؟ حاليا بعد المعلومات الأبديت المتجددة من بريطانيا الأسبوع الماضي، مع دلتا لقاح فايزر أسترازينيكا يعمل 90%، وهذا خبر ممتاز جدا الحقيقة، احنا محظوظين. مع دلتا بلس للأسف الشديد المعلومات غير متوفرة الآن، اللقاحات تعمل مع دلتا بلس أكيد ولكن مو 90%، بالتأكيد راح يكون أقل 80-70. طيب أو 60. كيف بتفسر الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في بريطانيا يعني بالأمس يوم السبت، أو عفوا اليوم، المملكة المتحدة تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الأول من فبراير الماضي، الإحصائيات تظهر إصابة 18,270 شخص بالفيروس في البلاد، أعلى معدل يومي للإصابة منذ حوالي 4 أشهر. كيف نفسر هذا الارتفاع الحاد؟ هل له علاقة برأيك بالمتحور الجديد؟ بالتأكيد هو علاقة بدلتا ودلتا بلس، هاي بالتأكيد. للأسف الشديد الحكومة البريطانية لم تتعامل مع الملف الهندي بشكل مباشر وسريع مثل ما فعلت دولة الإمارات مثلا أو دول أخرى غيرها. بريطانيا سمحت ل20,000 شخص من الهند أن يدخلون بريطانيا، والسلالة الهندية سريعة الانتشار بالهند، وبالتالي انتشر دلتا عندنا في شمال إنجلترا، والحكومة لم تتعامل مع هذا الموضوع بشكل جيد. الآن دلتا يمثل 95% من إصاباتنا، ودلتا بلس قبل أسبوعين تحدثوا عن 46 حالة، هاي المكتشفة، الغير مكتشفة أنت ضربها بعشرة. فللأسف الشديد دلتا هو وراء هذه الحالات. إحنا دي صار عندنا إصابات شديدة بين 5-12 سنة عند الأطفال، وبين 18-24 ألا وهو الفئات الغير ما مخذ اللقاح. وكذلك دي يصيب الناس اللي ماخذين جرعة واحدة بس عندنا الوفيات قليلة، وعندنا دخول المستشفى قليل، فبالتالي اللقاحات اشتغلت مع دلتا بشكل جيد. ولكن الآن لا تنسى حضرتك، احنا المجتمع البريطاني أيضا هناك كثير من أصول أفريقية ومن أصول تعود إلى باكستان وبنغلاديش، تأثروا بمجتمعاتهم بتشويه الحقائق أنه هذه اللقاحات سيئة وأن الفيروس ما موجود. احنا 56% فقط من أصول أفريقية ماخذين اللقاح في بريطانيا، وكذلك 54% فقط من أصول أشين بنغلاديش باكستان والهند ماخذين اللقاحات، فبالتالي الإصابات للأسف هؤلاء أنا أعتقد طيب. خلال الأيام الجاية نعم. طيب دكتور غسام، بدي أسألك بعد قليل عن فعالية هذه اللقاحات المتوفرة حاليا على هذا المتحور الجديد، سواء الدلتا أو الدلتا بلس، ربما يكون هناك دلتا بلس برو في الفترة القادمة. بس خلينا نستعرض جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا تمر بمرحلة سيئة من مراحل الوباء، السلالة المتحورة دلتا المكتشفة في الهند أصبحت الآن السائدة
في جنوب أفريقيا. أكثر دول القارة الإفريقية تضررا من حيث عدد الإصابة والوفيات هي جنوب أفريقيا، وتواجه البلاد الآن الموجة الثالثة من العدوى، أكثر من 18 ألف حالة جديدة يوم أمس الجمعة، وذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير. يعني في مقابل أوضاع تتحسن في بعض الدول كما أشرنا دكتور غسان، جنوب أفريقيا واضح أنها من الدول التي تزداد الحالات فيها سوءا. بداية السؤال اللي سألتك إياه قبل قليل، فاعلية اللقاحات الموجودة اليوم في السوق مع هذه المتحورات الجديدة؟ أول شيء يعني لا عجب، أنا مش مستغرب من نسبة زيادة الإصابات بهذه الطريقة، لأنه التحور دلتا زاد عن التحور، نسبة الإصابات فيه زاد عن التحور الأصلي 60% عن التحور تبع الإنجليزي، والتحور الإنجليزي كان زائد 50% عن التحور اللي قبله، فإحنا مش مستغربين من هذا الموضوع. كما ذكرنا اللقاحات الموجودة الآن هي يعني تتكفل بهاي الطفرة اللي هي دلتا وبكل الطفرات اللي سبقت. بالنسبة لدلتا بلس، دلتا بلس اليوم مركز مكافحة الأمراض CDC بأمريكا سحب الترخيص من إيلاي ليلي اللي هي الشركة اللي بتنتج المونوكلونال أنتيبادي للعلاج اللي هي الأجسام المضادة أحادية النسيج أو نسخة للعلاج زي إيلاي ليلي وريجينران وغيرهم موجودين الآن، سحبوا منهم الرخصة لأنه وجد اليوم تقرير انه يقاوم الدلتا بلس، تقاوم هذول الاجسام المناعيه. فبالتالي هذا الريجينرون، هذا العقار اللي استعمل الرئيس السابق ترامب لما اصيب بالفيروس بالضبط اللي هو المونوكلونال انتيبادي اللي الدكتور كمان من لندن تفضل فيه، احنا بننتج خليط من كوكتيل من مونوكلونال انتيبادي ويستخدم للعلاج وهو فعال جدا، ولكن ليس فعال امام دلتا بلس. دلتا بلس الآن بدأت تنتشر، بس معلومة دبلينج تايم تبع دلتا، الدبلينج تايم هو أسبوعين، يعني خلال أسبوعين الإصابات تتضاعف، وهم تتضاعف يعني بتصير إكسبوننشال يعني بطريقة تراكمية خطيرة. فما في، ما تستغرب أنه في بريطانيا كانوا الأسبوعين اللي قبله الفات كانوا عايزين يفتحوا ويخففوا القيود، لما بدت استهتروا في دلتا بدت الان صاروا يشددوا القيود وبدهم يسكروا مره ثانيه. انا فاذا كيف التوجه دكتور غسان يعني نحو مزيد من التخفيف؟ يعني اذا كان الوضع كذلك يجب ان يكون هناك، على الاقل هيك المنطق بيقول، انه يجب ان يكون هناك المزيد من الحيطه والحذر، ربما الانتظار بعض الوقت حتى تمر هذه الموجه، ما رايك في ذلك؟ لا أنا لا أوافق على هذا الموضوع، لأنه إحنا الآن عندنا السلاح مش سلاح واحد، أسلحة ضد هذا. لو سألتني هذا السؤال في بداية الأزمة كنت وافقته وكنت وافقت على الشت داون واللوك داون وكل اللي بدك إياه، بس الآن ما في داعي، لأنه عندنا سلاح ولازم نستخدم السلاح، لازم العالم تقتنع أنه بدون استخدام هذا السلاح لن نسلم من هذا المرض. فنحن في سباق مع سرعة التطعيم زائد نسبة الإصابات، ما يدري غدا أنه يطلع متحور جديد. للأسف هاي إصابات دلتا عندنا بأمريكا الآن بدأت صرنا حوالي 30% نسبة الإصابات الجديدة كلها من دلتا، والسبب وهو يصيب صغار السن، والسبب أنه بيصيب صغار السن أنه هذول الفئة اللي ما لقحناهم إلا ما بدينا في التلقيح إذا تتذكر، وهي الفئة التي تنشر الفيروس بشكل أكبر من فئات أخرى. صبت بدينا بالأكثر اختطارا ثم بالأعمار الكبيرة، وهذول الناس بطلوا يعني أو عزفوا عن أخذ اللقاح. الإشي الثاني المطمئن لغاية هاي اللحظة، وأنا بكلمك بكل ثقة، كل اللقاحات اللي هي الغير تقليدية، نتكلم عن الغير تقليدية اللي هي فايزر موديرنا لقاحات الـmRNA وغيرها والأدنو فيروس، هي تقي ضد هاي الهذا. لكن إلى متى ممكن بكرة يطلع تحور جديد لا نعرف عنه شيء، وأنا أطمن الجميع اللي بيسمعوني، لو حتى طلع تحور جديد اللقاحات يعني ما تستطيع أنها تقاومه، نحن في وضع جيد جداً
انه ممكن تاخذ السلسله الوراثيه للمتحور الجديد وتعطيه في بوستر دوز جرعه جديده في في فايزر او موديرنا او غيرها. فنحن احنا اكتشفنا الطريقه، اكتشفنا السلاح، الان بس بدنا نطبق فقط. على ذكر البوستر دوز دكتور غسان، الان حتى الاشخاص الذين اخذوا اللقاحات التقليديه هناك من يقول وينصح بضروره اخذ يعني جرعه معززه بوستر دوز من اللقاحات غير التقليدية، يعني إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ أنا بأيد جدا الكلام هذا. إذا أخذت اللقاح الصيني بالذات يجب عليك تأخذ جرعة ثانية معززة من لقاح ثاني فايزر موديرنا أو أدنو فيروس. طيب. يعني سبوتنيك روسي أو جونسون أند جونسون أو غيرها. بس قبل ما نختم كلمة مهمة جدا، بس خلينا أروح للدكتور عمار دكتور حتى نأخذ رأيه أيضا في هذه المسألة. مسألة الجرعة المعززة، الجرعة الداعمة، البوستر، شو اللي بتقولنا يا عن هذه المسألة خاصة للذين أخذوا اللقاحات التقليدية؟ بالتأكيد إحنا في بريطانيا رح نأخذ جرعة ثالثة اللي هي بوستر، المفروض نأخذها الشهر القادم من شركة فايزر. بريطانيا حجزت 60 مليون جرعة. لا بس جرعة. ببريطانيا أنتم ما فيش لقاحات تقليدية صحيح؟ لا رح نأخذ جرعة ثالثة. الجرعة الثالثة تغطي التحورات. التحورات الجديدة. إحنا أخذنا جرعتين، رح نأخذ جرعة ثالثة نبدأ الشهر القادم إن شاء الله، تستمر إلى الشتاء يعني بعد 3-4 شهور. هناخذ جرعه ثالثه شركه فايزر 60 مليون جرعه، شركه كيور فاك الالمانيه. طيب بس انت ماخذ جرعتين من فايزر اصلا بالاساس يعني؟ احنا ماخذين، فايزر التقليدي. التقليدي. عن جرعه ثالثه للتحورات الجديده. شركه مودرنا سوت الان لقاح جديد يعمل 90% 95% مع المتحورات الجديده. اما بالنسبه للتقليدي اللي تفضلت عليه الصيني كما فعلت الامارات والبحرين مثلا، نعم كل شخص ماخذ ساينوفارم أو ساينوفاك لمدة 5 أشهر فما فوق ممكن يأخذ جرعة ثالثة من فايزر. يكون جرعة واحدة أو جرعتين دكتور؟ ممكن جرعة واحدة كافية. كافية. طيب أعود للدكتور غسان في ديترويت. دكتور غسان كان لك تعليق قبل أن نختم. الجرعة البوستر دوس كما تفضل الدكتور هي كمان لتغطية اللقاح الطفرات الجديدة، ولكن الأهم من الموضوع أنه لغاية هذه اللحظة إحنا ما بنعرف كم حتستمر المناعة تبعنا. هل تستمر لسنة سنتين أكثر؟ فالبوستر دوس حيفرضوها، هتصير زيها زي لقاح الإنفلونزا، تنعطى مع لقاح الإنفلونزا لقاح موسمي حينعطى كل سنة مرة، وإذا في أي تحورات جديدة تضاف إلى اللقاح. يعني نحن في وضع جيد جدا. طيب. جيد جدا. اسمع لهذا الخبر، فايزر تحمي 30% الجرعة الأولى من تحور دلتا ودلتا بلس. إذا الجرعتين أنت 88-90%، طب ليش ما بتأخذ الجرعتين؟ 20% من الأمريكان بينسوا يأخذوا الجرعة الثانية. مش فاهم يعني. طيب الله يطمنك يعني دكتور غسان، هذه أخبار جيدة. يعني بدي أشكرك على وجودك معنا الدكتور غسان سعيد الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية، كان معنا من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. أشكر ضيفنا من لندن الدكتور عمار الخميسي المتخصص في الفيروسات واللقاحات، شكرا جزيلا لكم.